صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اول يوم في الديتوكس دايت، ودوت الفطار بتاعي اي تفاحة خضراء، 2 توست بالبينا بارر اللي هي زبدة الفول السوداني، وهي ليها فوائد كتير قوي، بتدينا طاقة طول اليوم وحلوة جدا، مش بتأثر على الدايت بتاعنا، بالعكس يعني هي مفيدة جدا وما فيهاش يعني سعرات حرارية كتير، خفيفة جدا. والشيا انتوا عارفينها طبعا، كلمتكم عنها قبل كده وعن فوائدها، وده كان الفطار بتاعي النهاردة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو الغدا. باي باي. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اليوم الاول من الاسبوع الاول في الديتوكس دايت، وده الغدا بتاعي. قطعت فواكه، برتقانة وتفاحة وموزة وكيوي، وكوباية مية عليها معلقة شيا، وده كان الغدا بتاعي النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو العشاء. باي باي. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اليوم الاول من الاسبوع الاول الديتوكس دايت، وده العشاء بتاعي. سلطة خضراء وعليها قطع توست محمصة بالشوفان، وعليها قطع افوكادو، وكمان تفاحة خضراء قطع، وده كان العشاء بتاعي النهاردة. يلا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.